السلام عليكم ومرحبا بكم ببلاك بضحكة ولكن واقعية ولكن واقعية تشوفها بالصوت والصورة وجميع من مازال عنده ذرة رخص يدافع على تبون ضد الجزائر ويقبل الجزائر يكون على رأسها شخص كما هذا مضحكة مضحكة للناس سي لا فيزي دو موند سي لا فيزي دو موند استغلوا وش والضحكوا سون بيتي الضحكوا سون بيتي أن أنوه من هذا المقام بخالص بخسارة الشخصية لا يفوته في هذا المنبر أن ينوه بخسارته الشخصية بخسارته الشخصية فرحان بالخسارة ديالي أن أنوه من هذا المقام بخالص بخسارة الشخصية شو بعد ينوه بالخسارة ديالي ميعاش حتى يقرا هذه شادي ما دارهاش لانه يعني شادي هو لا ريفيرونس تاع الجهل اي شادي هو لا ريفيرونس تاع الجهل تاع الحكام الجهلاء اللي يحكموا الجزائر والله ما دارها الشادي الشادي مغزى اللقاء قال عليه معزى اللقاء مع البرلمانيين العرب هذا فات المعزى هذا اقول لك ونوه بخسارتي الشخصيه هذه هذا الخطاب اللي القاه نهار اللي عينوه رئيس جمهورية رئيس جمهورية وصح هذه خسارة خسارة بالنسبة لي خسارة كبيرة خسارة للجزائر أنه يتعين كما هذا على رأسها عاوز ما أن أنوه من هذا المقام بخالص بخسارة الشخصية يا الجزائر خسرت يا الحرام الجزائر هي اللي خسرت